انطلقت بالأمس فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية اللي بتنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 14 حتى 27 أبريل بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. اليوم الأول في البطولة شهد تنافس كبير بين الفرق المشاركة، وابتدت الفعاليات ببطولة المرحلة G7 السابعة للناشئين تحت 14 سنة واللي بيمثلوا مستقبل رياضة الفروسية في مصر. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر إبريل الجاري. شهد اليوم الأول تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة، حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة G7 للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل الرياضة الفروسية في مصر، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح. وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتي شارك بها 9 دول عربية، نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث. كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد الرمح على المستوى الفردي والزوجي والفرق، والتي شهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين، وهو ما أظهرته النتائج التي جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى 30 فارس من 6 دول عربية، حيث جاءت مصر في المركز الأول في منافسات الفرد بنتيجة 41.5 نقطة، فيما جاءت الأردن بالمركز الثاني بنتيجة 41 نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة 40 نقطة. وعلى صعيد الفرق، استطاع الفريق الأردني الحصول على المركز الأول في المنافسات بنتيجة 142 نقطة، فيما جاء الفريق المصري بالمركز الثاني بنتيجة 140 نقطة، والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنتيجة 32 نقطة. البطولة انطلقت اليوم تحت رعاية فخامة الرئيس الفتاح السيسي، وهذا كان طبعا وسام كبير لرياضة التقاط الأوتاد وللبطولة بشكل عام، سواء هي البطولة العسكرية العربية للفروسية مصر 2024. هذا وسام كبير، افتتاح منشآت في مستوى عالي جدا، بطولتين، بطولة قفز وبطولة التقاط، شغالين في خط متوازي. نبارك مثل ما قلنا الفرق الفائزة، وكذلك نبارك الفرق الفائزة في قفز الحواجز، ونتمنى التوفيق لبقية الفرق في الأيام القادمة إن شاء الله. بشكر جمهورية مصر العربية على الاستضافة الرائعة لهذه البطولة وعلى التنظيم الرائع، والحقيقة النجاح هذا نتيجة تعب وتحضير طويل لهذه البطولة. بشكر جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على هذا التنظيم الجيد للبطولة. الحمد لله ربنا وفقنا النهاردة، وفق المنتخب، حصلنا على المركز الأول، الميدالية الذهبية في بطولة الفرق،
في البطولة العربية العسكرية الأولى، النسخة الأولى منها، وده يعتبر بالنسبة لنا الحمد لله إنجاز كبير، وتزامن مع افتتاح نادي الفروسية بالعاصمة الإدارية في المدينة الأولمبية، فبالنسبة لنا يعني الحمد لله ده كان يوم مميز جداً.